بروح بلعب بالجميل. المحاضرة اللي بدأنا فيها بشابتر 4 اللي هي الكومبينيشنال سيركت، بدأنا بتفسير أو ما معنى ما هو الكومبينيشنال سيركت. بعدين حكينا عن الديزاين بروسيجر ستيبس اللي بمر بأربع خطوات، اللي هو حكينا بنبدأ بتحديد عدد الانبوتس والاوتبوتس اللي بنحتاجها لتصميم هاي السيركت. اثنين، بنحدد الريليشن شيب ونشتق التروث تيبل. بعد ما نحدد الريليشن شيب والتروث تيبل بنعمل سمبليفاي فور ايتش اوتبوت باي يوزنج ماب ميثود. ورقم أربعة كانت انه نعمل درو للوجيك دايجرام فور ايتش اوتبوت از كومبينيشنال سيركت. حكينا في هذا الشابتر ممكن نمشي بـ two tracks، إما راح نضطر نمشي from the scratch من الزيرو، بالتالي راح نضطر نمشي بأربع خطوات اللي ذكرناهم وأخذنا مثال على ذلك الهاف آدر. وأحيانا ممكن نعمل design a combinational circuit من غير ما نحتاج نمشي بهذا four steps، لأنه ممكن إيش نستخدم designed circuit already designed مصممة عنا، لكن من إيش نستخدمه to design another سيرك. أجينا نستخدم الهاف آدر لتصميم باينري آدر، إنه يجمع لي تو باينري نمبرز. وجدنا إنه مشكلة إنه الكاري بدنا نجمعه مع التو بيتس أو الثانيات في نفس الرقم، فسبب لنا مشكلة لأنه الهاف آدر فقط بيستقبل تو إنبوتس. فعشان نقدر نصمم الباينري آدر بدنا نصمم سيركت اسمها فول آدر. الفول آدر لو كتبناه على شكل سؤال نيجي نحكي design a combinational circuit that finds summation of three bits in binary system، يعني نفس أسلوب الهاف آدر لكن هالمرة بدل ما هما two bits هالمرة three bits. بدنا نجمع خانة زائد خانة زائد خانة. فلما نيجي نحل هاي السيركت أو نقوم بتصميمها راح يكون الحل كالتالي. أول خطوة اللي هو عدد الانبوتس عندي في هاي السيركت مبين من السؤال هو عبارة عن 3، لأنه احنا بدنا نجمع ثلاث خانات في الباينري. وعدد الاوتبوتس راح يكون هما عبارة عن ايش؟ عن 2، تمام؟ هون ممكن نسمي الانبوتس X, Y, Z، وهون الاوتبوتس راح نسميهم Sum وكاري. اذا المرحلة الأولى واضحة عندي أو الخطوة الأولى في الديزاين بروسيجر إنه عدد الانبوتس 3 عدد الاوتبوتس 2. الخطوة الثانية لنشتق التروث تيبل، الريليشن عندي هي عبارة عن سميشن، وبالتالي لما نيجي نشتق التروث تيبل عندي 3 انبوتس سميتهم X, Y, Z، تمام؟ راح يكون عندي الانبوت الاول هو عبارة عن 0، الانبوت الثاني هو 1 بثري بيتس، الانبوت الثالث اللي هو 2 بعدين 3 then 4 then 5 then 6 وانتهاءا باخر input اللي هو 7. وعندي 2 output اللي هما sum و carry. لما نيجي نصمم هاي السيركت عندي 0 plus 0 plus 0 راح يكون الاوتبوت sum 0 والاوتبوت carry 0. 0 plus 0 plus 1 السام 1 والكاري 0، 0 بلس 1 بلس 0 الاوتبوت سام 1 والكاري 0، 0 بلس 1 بلس 1 الاوتبوت سام 0 وصار في عندي اوتبوت كاري 1. و 1 بلس 0 بلس 0 راح يكون عندي السام 1 والكاري 0، 1 بلس 0 بلس 1 اللي بمثل لي انبوت 5 راح يكون السم 0 والاوتبوت كاري 1، 1 بلس 1 بلس 0 كمان هو راح يكون عندي السم 0 والكاري 1،
1 plus 1 plus 1 راح يكون السم عبارة عن 1 والكري عبارة عن 1. هاي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة بدنا نختصر كل each output. Each output نختصره باستخدام الماب ميثود. فعندي هون السم ل x y و z equal sigma. sigma لمين؟ لا 1 و2 و4 و7. 1 و2 و4 و7. خلينا نجي نختصرها. هون راح نحتاج 3 variables ماب. عند ال x 0 1 وال y z 0 0 0 1 1 1 0 1. هاي الواحد راح نحط 1. الاثنين هون. الأربعة راح تكون في هذا المكان. السبعة هون. شو منلاحظ بهاي الميثود؟ الماب ميثود عبارة عن شكل شطرنج تشيس. وحكينا إذا كانت هي عبارة عن chess فالعلاقة هي عبارة عن sum equal x xor y xor z. تمام؟ طيب نيجي الآن للأوتبوت الثاني اللي هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن carry لان x y z equal sigma لمين. من خلال التروث تيبل اللي طلع معانا هون الكومبلمنت اللي راح هو راح يكون عبارة عن 3 لا في 7 مشترك 3 و5 و6 و7 وهي فعليا الانبوتس اللي فيها 2 bits once or more. اوكي بعدين 3 و5 و6 و7 3 و5 و6 و7 تمام. هنا طبعا ما لقينا ones مشتركة فمباشرة طلعنا العلاقة ما بينهم هي عبارة عن XOR. هاي نرسم الماب ميثود هون. three variables map عندي ال x هون 0 و 1 y z 0 0 0 1 1 1 1 0 3 هاي 3 و 5 و 6 و 7 هون عبارة عن ايش؟ عن الكل. طيب كم جروب هون؟ باي ديفولت راح يطلع عندي 3 جروبس لانه هذا الوانز ما له غنى عن اللي جنبه وهذا الوانز ما له غنى عن اللي جنبه بالتالي صار عندي هون 2 جروبس وهذا الوان 100% راح اخذه مع مين؟ مع اللي تحت. اذا هون الكاري ايكوال عندي 3 تيرمز من 3 جروبس. الترم الأول اللي هو عبارة عن إيش؟ ثابت X ومين ثابت كمان من Y Z؟ Z. إذن هنا X Z or الترم الثاني هون عبارة عن X Y yes or Y Z. مين Y Z اللي هو هذا اللي جروب. تمام؟ صارت الآن عندي جاهزة الفول آدر بحيث إن نطبق المرحلة الرابعة اللي هي إيش؟ باينري. إن نرسم اللوجيك دايجرام. نرسم اللوجيك دايجرام. فلو خلينا نحكي هون عندي X Y و Z. X Y شو في بينهم؟ XOR. XOR والزد مع الناتج هو كمان ايش؟ XOR. واذا بدك تسويهم ثلاث بيصير لكن هون بنفضل انه نرسمهم بهذا الشكل. هاي سام. تمام؟ الان شو في عندي هون كمان اللي هو الكاري. X وزد
في عندي بينهم and هاي line من x و line من z هاي الاند الأولى. الاند الثانية بين مين ومين؟ بين x و y هاي line من x و line من y بينهم and. والترم الثالث اللي هم مين؟ y z هاي line من y ولاين من Z. والثلاثة شو في بينهم؟ O. O. Yes. هاي اللوجيك دياجرام تبعات الفول آر. صار عندي كومبينيشنال سيركت وظيفتها انها تعطيني مجموع 3 bits in binary system. تمام؟ هاي الفول آر اذا بدنا نستخدمها لتصميم another circuit for example راح ناخذ كمان شوي اللي هو الباينري ادر راح نستخدم شيء اسمه البلوك دياجرام ما بنرسم تفاصيلها من الداخل اذا بدنا نستخدم هاي السيركت تو ديزاين another circuit وبالتالي اذا بتتعامل مع الفول ادر as one unit as one circuit to design another circuit بقدر اني استخدمها as block diagram اكتب هون من الداخل فول ادر أو ممكن نختصرها ب F.A إلها 3 inputs اللي هما X, Y, Z وإلها إيش 2 outputs اللي هما sum والكرت. طيب كمان شوي راح نورجيك إنه كيف ممكن نستخدم 2 half adders to design full adder 2 half adders to design full adder قبل ما نبدأ بالباينري adder. طيب بعد ما تعرفنا على الفول آدر وصممناها الآن كيف ممكن نصمم الفول آدر سيركت باستخدام 2 half آدرز. الآن احنا بنعرف ان الفول آدر لها 3 inputs هما X, Y و Z. How to design the full آدر circuit by using 2 half آدرز. احنا لما نيجي نجمع فعليا 3 bits كأنك بتجمع البت الأول مع البت الثاني وناتج هدول الـ 2 bits بتجمعه مع مين؟ مع البت الثاني. فلو استخدمنا كالتالي انتبه معي مرة راح استخدم البلوك دياجرام والمرة الثانية راح أفوت بالديتيلز جوا البلوك دياجرام. X و Y هدول 2 bits ممكن يفوتوا على إيش؟ على half adder. هذا الهاف ادر له كم اوتبوت؟ سام وكاري بدي اخلي الكاري هون. تمام؟ خليني الكاري شوي على جنب. السام الناتج المجموع بجمعه مع مين؟ مع الزد. وبالتالي هون الزد مع السام وكانه هاي اكس وهاي ايش؟ واي. بفوتهم على كمان half adder. Half adder بطلع عندي sum وكاري. هذا الكاري مع هذا الكاري ما بزبط عندي يطلع 2 كاريز. دائما المجموع دائما له ايش؟ 1 كاري. والدليل على ذلك لما جمعنا 1 بلس 1 بلس 1 او 0 بلس 1 بلس 1 عندي ايش؟ sum 1 كاري فقط. كيف بدي اختار التو كاريز هدول اللي صاروا عندي؟ لما عندك تكون عندك تو اوبشنز واحده منهم تكفي ان تكون 1 عشان يطلع الكاري 1. مين الجيت اللي بيكفي ان يكون واحد منهم 1؟ الاور. ليس انت تنتين 1 اوكي. وبالتالي انا هون بقدر اجي احكي بسحب لاين من هون مع الكاري من هون بحطهم على اور وبطلع عندي هون الكاري. واضح؟ فعليا لو تطلع على رسمه الفول ادر ونيجي نرسمها من الداخل راح تيجي تشوف انه الفول ادر هي عباره عن 2 هاف ادرز. تمام؟ ليش؟ 2 هاف ادرز كان عندي انا اكس واي وعندي اكس وزد وعندي واي وزد. هذول الثري اند
ممكن يصفوا عندي two and مع الأور. هسا بتشوف كيف إذا لما نيجي نفوت على تصميم الهاف آدر من الداخل كيف نرسم هاي الرسم اللي أمام الفول آدر باستخدام two half آدرز. أوكي بمعنى هاي الرسمة الآن الموجودة عندي هون بدي أرسمها بالتفصيل. هاي X هاي Y هاي Z. افتحوا لي على الهاف آدر سيركل لما صممناه من الداخل. السم كانت عبارة عن X X or Y صح؟ مظبوط؟ هاي هذا كان الصم الأول مظبوط ولا لا؟ صح. تمام؟ والكاري كانت عبارة عن X and Y right؟ هاي الكاري هاي فعليل half other مين؟ الأولى صح ولا لا؟ هاي half other number one طلع منها سم طلع منها ايش كيف شو عملنا اخذنا السم الناتج اللي هون مع مين مع الزد عشان اطلع سم جديده وكاري جديده وبالتالي الزد اللي عندي هون بسحب منها لاين شو بعمل اكس اكس او طلعت السم طيب هاي السم تعاملت معها as x وهاي y إذا شو في بين السم والزد عشان الكاري كمان أن هذا عبارة عن إيش الكاري الثاني بين هذا الكاري وهذا الكاري O هاي الكاري النهائي فعليا هاي هي نفسها هون رسمة بلوك دايجرام هون كيف من جوا صممناها بهذا الشكل احنا شو عملنا صممنا فول آدر باستخدام ايش تو هاف آدرز اوكي طيب نيجي للمرحلة اللي بعد هيك خلصتوا الجزء هذا تمام الباينري آدر بدنا نعمل ديزاين كومبينيشنال سيركت ذات فايند سميشن اوف تو باينري نمبرز وليس اوف تو بيتس حكينا في فرق ما بين نيجي نحكي تو باينري وبين تو بيتس وبالتالي لو بدنا نكتب هاي السيركت از كويستشن اجاك في الامتحان ديزاين كومبينيشنال سيركت that finds summation of two binary numbers where each number consists of four bits. Okay. طبعاً two binary number where each number consists of four bits. بتقسم لو حكينا x هو عبارة عن binary number وy عبارة عن binary number. هون الـ X منقسم لأربعة بيتس X0, X1, X2, X3 زي لما نيجي نحكي بالديسيمال أحد عشرات مئات ألوف صح؟ تمام؟ بنفس الأسلوب فلما نيجي إحنا نقسم الـ 2 binary numbers هاي X0 يحتمل أن يكون 0 ويحتمل أن يكون 1 هون X1
x2 x3 وعندي هون y0 y1 y2 y3. احيانا في بعض الاسئله بعطيك هند، بكتب لك هند يوز فول ادر سيركت، واحيانا ما بحكي لك، بدي اياك انت لحالك تسال شو لازم استخدمها. اوكي، هون رح نستخدم مين؟ الفول ادر سيركت. الفول ادر كل خانتين راح احط لهم ايش؟ هاف ادر. فول ادر ليش؟ لانه راح يكون في عندي كاري، خانه ثالثه اللي هو الكاري من كل فول ادر. طيب والفول ادر الاولى بفترض الكاري فيها زيرو، لانه ما فيش شيء ينجمع قبل عشان يعطيني كاري للفول ادر. احنا حكينا بنقدر نصمم لما جينا الهاف ادر، تتذكروا حكينا مش مستحيل انا نقدر نجمع تو باينري نمبرز باستخدام ايش؟ الهاف ادر. لكن طلع كيف راح يكون شكل السيركت بس لكل تو بيتس مع الكاري، اكيد راح تكون امور كومبليكيتد، فالفول ادر بحل لي المشكله. الان راح احط هنا فول ادر، هون فول ادر، هون فول ادر. لاحظ انه هون قاعد بصمم في السيركت من غير ما امشي بالاربع خطوات، ما في عندي determine the required number of inputs and outputs, derive the truth table based on the relationship between input and output. ما عنديش الاربع خطوات هون، ليش؟ انا قاعد بستخدم انا شيء موجود to design another circuit. اوكي؟ وهي هون عندي كمان فول ادر. احنا بنعرف انه الفول ادر له ايش؟ 3 inputs، ودائما السيركت إذا تشتغل على ثلاث مداخل تقدر تشتغل على مدخلين، لكن لازم تعطي ديفولت فاليو للمدخل الثاني. إذا السيركت تشتغل على ست مداخل تقدر أنت تشتغل على كم؟ على أربعة، والاثنين الزيادة تعطيهم قيم ما تأثرش على السيركت زي زيرو. وبالتالي أول فول آدر عندي هذا إنبوت صح؟ وهذا عبارة عن إيش؟ إنبوت. طب إيه الانبوت الثالث؟ الانبوت الثالث هون بسميه سي زيرو، بعطيه قيمة ايش؟ زيرو باي ديفولت، لأنه ما فيش عندي قيمة، وبالتالي أنا بفترضها من عندي بحيث إنه ما تأثر على العملية الجمع، زيرو ما بتأثرش عندي فافترضتها ايش؟ زيرو. الآن زيرو بلس إكس، زيرو بلس ايش؟ واي زيرو، بيطلع عنده سم وكاري، فعندي الخانة الأولى من الجمع هاي output as zero، وعندي الoutput اللي هون اللي هو ايش؟ c1. هاي c1 الكاري هي input للنكست full adder. اوكي؟ فهاي صار عندي هون input، هاي الانبوت الثاني، هاي الانبوت الثالث، وكاني بحكي x plus y plus z زي ما سوينا الـ truth table قبل شوي هون. اوكي؟ الان راح ينتج عنه سم سميناه S1، وراح ينتج عنه كمان كاري راح اسميه C2. هذا الانبوت هو انبوت النكست فول ادر بلس البيت الثاني بلس البيت الثالث. اوكي، راح يطلع منه عبارة عن نتيجة جمع اللي هي سم ونتيجة كاري اللي هي C3 هون مع البت الثاني x3، البت الثالث y3، راح يطلع عندي ناتج اللي هو s3، وعندي هون ايش؟ c4، وممكن يكون عباره عن جزء من الجواب اذا كان في عندي اوفر فلو. اوكي؟ وبالتالي هيك احنا صممنا باينري ادر. واحد بيسال طيب لو كان عندي انا 5 بيتس استخدم 5 فول ادر، 6 بيتس 6 فول ادر، واضح؟ حسب البيت. طيب لو كان مختلف 5 بيتس و 3 بيتس بتاخذ على مين؟ على الاعلى، بتاخذ على الاعلى، لكن اخر 2 بيتس من الرقم الثاني مع البيتس اللي فوق ممكن نستخدم في هاي الحاله هاف ادرز، لانه تحكيم زي ما حكت زميلتكم نفترض ايش؟ زيرو. يعني لو كان في عندي هون فور اكزامبل اكس 4 ما عندي واي 4، هاي بتحتيها عباره عن ايش؟ زيرو.
وبالتالي الكاري راح ينجمع مع اللي هون ما في بالتالي بقدر احط هون بهاي الحاله ايش هاف ادر وليس فول ادر لو حطيت فول ادر مش غلط لانك انت راح تطرده زيرو اني واي اوكي طيب كمان شوي بدنا نطور هاي السيركت كيف نطورها هاي بس بتجمع رقمين بالباينري انا بدي اياها تشتغل باينري ادر اند سبتراكتر ات ذا سيم تايم يعني اما رقم بالباينري زائد رقم بالباينري يعني اثنين موجب او رقم بالباينري موجب ناقص رقم ثاني في الباينري وبالتالي هنا بدنا اياها تشتغل ات ذا سيم تايم على الجهتين كيف هسه راح نشوف كيف ممكن نحولها بحيث يصير في عندي زي السويتش هيك سم هيك سبتراكت اجمع او اطرح طيب حكينا قبل قليل انه كيف احنا ممكن نطور على الباينري ادر بحيث تصير عباره عن باينري ادر سبتراكتر وراح نضيف عليها كمان اوفر فلو ديتكشن لكن اللي بهمني انه كيف بدها تصير ادر وسبتراكتر ات ذا سيم تايم راح نرجعكم الان لشابتر 1 لما نيجي احنا نطرح رقمين في الباينري اللي اشارته سالب شو كنا نعمل فيه؟ كنا نحوله توس كومبلمنت بعدين بتصير العمليه عباره عن عمليه ايش؟ جمع صح؟ هون احنا ما بدناش نكون رقم سالب ناقص رقم لا راح يكون موجب ناقص رقم هيك بدنا اياها يعني الوضع الطبيعي اللي هم اما x بلس y او x ماينس y والاكس هي عباره عن 4 بت باينري نمبر واي هي عباره عن 4 بت باينري نمبر بينهم عمليه سم اللي هي سميشن جمع او نفس السيركت تشتغل على اكس سبتراكت واي او اكس ناقص واي اللي هي 4 بت ناقص واي بحيث انه تصير اشاره السالب هو دائما العدد الثاني فقط في حاله الطرح طيب شو اللي بدنا اياه احنا من chapter 1؟ احنا اخذنا انه chapter 1 هي التوز كومبلمنت هي عباره عن وانس بلس وات؟ 1 متفقين على هذا الكلام؟ صح؟ تمام وانه الوانس كومبلمنت هي عباره عن قلب الارقام شو في عندي جيت اذا اعطيته input 1 بنعكس واذا اعطيته input 0 بضل زي ما هو لا شو في عندي gate اذا x 0 في عندي gate هون مع 1 بطلع x 0 ايش prime لكن x 0 مع 0 بضل ايش x 0 شو رايكم شو نوع gate x or ليش x or دائما مع ال1 راح يعطيني البرايم لها لكن مع الزيرو بضلها زي ما هي والدليل على ذلك حط الاكس 0 0 0 اكس اور 1 1 عكس الاكس 0 لكن 1 اكس اور 1 0 عكس برضه الاكس 0 لكن هنا حط 1 1 اكس اور 0 1 بضل زي ما هي 0 اكس اور 0 ضلت زي ما هي طيب شو بدنا نستفيد من هذا الكلام احنا حكينا خليهم هذا الموجود احنا حكينا انه بدنا سويتش يحول العمليه وبالتالي انا بقدر من هون بدل ما احط زيرو اول تغيير بدي اشيل الزيرو واحط محلها ايش حرف ام هذا الام هو السويتش اذا كان زيرو ما راح ياثر علي ولا شيء فقط راح تكون عملية جمع زي ما احنا اشتغلنا هون لكن اذا كانت الام عبارة عن ايش 1 راح تكون طرح راح يحول الرقم الثاني الى توس كومبلمنت ويرجع يجمعه مع الرقم الاول طيب احنا اتفقنا مين اللي اشارته سالبة الواي في حالة الطرح اذا الام بدها تكون هي عبارة عن اكس اور مع مين مع الواي انتبه معي لاحظ ان الام راح تكون هي عباره عن مدخل لجهتين
مدخل على الفول آدر الأولى ومدخل على الإكس أور مع البيتس تبعون مين؟ الواي. بمعنى راح تكون هون في عندي إكس أور مع مين؟ مع الأم. وبالتالي هون نيجي نحكي عبارة عن أم. نسحب كمان لاي وبنفس الوقت هي مدخل عن فول ادر. مين بحكي لي ليش؟ طيب فهمنا انك انت بدك تعكس هذول وانس كومبلمنت. طيب ليش هي مدخل عن فول ادر كمان؟ يا انه انبوت ثالث. شو بستفيد لما اخليه 1؟ التوز كومبلمنت هي عباره عن ايه؟ وانس كومبلمنت زائد 1 اللي هي الام. اللي هي الام. فعليا انت لما يكون في عندي 1101 ناقص 011 اللي هي زي هيك طبق الكلام. الاولى نزلت زي ما هي. هذول عباره عن اكس 0 اكس 1 اكس 2 اكس 1 3. هذول حولهم لوانس كومبلمنت. الوانس كومبلمنت اللي هم هذول البيتس اللي هم عباره عن واي 0 واي 1 واي 2 واي 3. واي 0 اكس اور 1 شو صارت؟ 0. Y1 XOR XOR 1 اللي هي 0 شو صارت؟ 1. الزيرو اللي هي Y2 XOR 1 1 XOR 1 0. هذا مين؟ الوانس كومبلمنت زائد 1 شو بده يطلع؟ شو بده يطلع؟ التوز كومبلمنت صح؟ وهذا اللي عملته السيركت. السيركت لما اخلي الام 1 راح يعكس مين؟ y0 y1 y2 y3 راح يطلع الناتج من كل xor فايت عن كل ادر هو عباره عن البرايم اللي هو مين؟ الوانس كومبلمنت زائد 1 شو بعطيني؟ توز كومبلمنت. توز كومبلمنت زائد الرقم اللي فوق. يعني الهدف من كل هاي العمليه اذا كانت الام 1 اذا حولته على السويتش على 1 انه يحول لي الy0 y1 y2 y3 يعطيني الكومبلمنت لكل بيت وبالتالي بيطلع معي الوانس كومبلمنت بلس 1 نفسها شو بصير؟ توز كومبلمنت زائد مين؟ x0 x1 x2 x3 وهو فعليا احنا بنقوم فيها بعمليه ثيوريتيكال في تشابتر 1. مش احنا بنمسك الرقم الاول اذا كان موجب بننزله زي ما هو، الرقم الثاني اذا كان سالب بنحوله ل توز كومبلمنت بعدين بجمع صح ولا لا؟ هاي عمليه التحويل لتوز كومبلمنت هون قضيتنا. لكن لو خليت الام 0 ما راح تاثر شيء ولا راح ياثر ولا شيء، راح تضلها هون زيرو ما راح اكثر شيء وراح تضلها الارقام زي ما هي. وبالتالي لما نخلي احنا الام 1 بتحول